مساء الخير، برحب بكل مشاهدي قناة ميسات، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا دلوقتي احنا في ايام كل ام ما بتفكرش ان هي تخس ولا تهتم بنفسها، عندنا اولويات كلنا معترفين بيها، واولوياتنا دلوقتي اولادنا اللي رايحين المدارس، حاجة مهمة جدا. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طب ايه، في كورونا ولا مفيش؟ طب ايه، طب نعمل لهم ايه، نوكلهم ايه، نزود المناعة ازاي، نعمل ايه؟ اسئلة كتيرة جدا جدا، حاجات مهمه قوي. وعشان كده اخترت ضيف الحلقه بتاع النهارده حد يفيدنا في الموضوع ده، وخليها مفاجاه طبعا. احسن دكتور وانا بصدق فيه وبامن بيه ان بيدي النصيحه المظبوطه هو اللي شرفنا النهارده. فعشان كده عايزاكم تتابعوني كويس قوي، كل اللي عنده بقى استفسارات اسئله هيكلمنا على التليفون عشان يجاوب عليها. اما هنبتدي نتكلم، هنتكلم مش على رجيم النهارده، انا يهمني صحه اولادنا، وطبعا صحه اولادنا يعني صحتنا، لان عمر ما في ام ولا تيتا ولا اب ولا جد هيقدر يراعي نفسه وهو شايف الاولاد الصغيره تعبانين او حاجه. طيب في ارشادات صغيره خالص هنقولها النهارده، الارشادات دي هتفيدنا انها هتحمينا وتحمي اولادنا من اي مشاكل صحيه. لما نيجي نتكلم على الارشادات دي، ايه الهدف منها؟ احنا بنخاف من ايه في الاكل؟ بنخاف ان يكون عليه سموم، يكون عليه كيماويات، بنخاف من السموم اللي بتخش باولادنا، لان السموم دي هتضعف المناعه. يعني ان دايركت، مش بس ان هو ياكل، لا ياكل اكل وحش. الاكل الوحش زي ايه؟ زي اكل مثلا مش مغسول كويس، زي مثلا ان احنا بناكل فاكهه مش مغسوله ممكن تجيب لنا مشاكل، بناكل وجبات ما فيهاش الياف، وهي دي الموضه دلوقتي. لما باجي اقول للطفل خيار خاصه، طب فاكهه، والام ام عادي جدا، هو ما بياكلش فاكهه، هو ما بياكلش خضار، يعني كان ده عادي. لا ده مش عادي، الالياف دي بتتحد مع السموم وتخرج الجسم منها، تخيلوا بقى. هنقول كمان ناخد بالنا لاولادنا وهم رايحين المدرسه اللانش بوكس شكله ايه، نبعد عن الحاجات اللي فيها دهون جامده، زي القليه لانها بتقلل المناعه، زي السمنه والزيوت كتيره اللي بنديها لاولادنا، كتير جدا من الامهات بفاجئ انها بتعمل لاولادها الصبح بانيه. الحاجات المقليه دي بتترسب على الشرايين الدهون دي، فتخلي الدم والاكسجين الواصل للمخ يقل، وبالتالي تركيز اولادنا هيقل. مش بس كده، الأطعمة عالية التجهيز، ودي أغلب ولادنا بياكلوها، يعني الأم تدي لابنها بطاطس مقلية فيها دهون قد كده، وكمان يحط عليها بقى الكاتشب، تي تي تي، ده مليان سموم. أيوه، سواء كان الكاتشب، الوجبات الجاهزة زي الهامبرجر والسجق، دي عالية السموم. الكبدة اللي احنا بنديها لأولادنا، ناخد بالنا ما تبقاش بكثرة، لأن الكبد ده هو مركز تجميع السموم. مش بس كده، الحاجات بقى اللي التسالي اللي كتير جدا من ولادنا بيحبوها، انه بيقلد باباه، بيقلد مامته بقى، زي الفول السوداني مثلا. ناخد بالنا كويس قوي من ان الحاجه دي تبقى جيده، ما يبقاش عليها القشر ولا الشعر ده، لان لو المكسرات او الفول السوداني بخاصه مش محتفظين بيه كويس، ممكن يبقى فيه سموم، وهي الافلاتوكسين المسؤوله عن حدوث السرطان. كمان الدهون الحيوانية زيادة كمان في منتهى الخطورة، لأن كل الدهون الحيوانية لو إحنا اديناها بكثر الأولاد بتعمل السمنة، مسؤولة عن المشاكل الصحية، وممكن تدخل في ضغط وسكر وكوليسترول. وناخد بالنا، لأن في سن كمان المراهقة بيبتدي أولادنا يهتموا إنهم عايزين يخسوا، خاصة لو بنات، ويعملوا رجيمات الموضة. الرجيمات دي أسفرت عن مشاكل صحية جامدة أوي. فلو سمحت كلنا ناخد بالنا من الارشادات دي، طريقه غسل الاكل، طريقه حفظ الاكل، ما احطش الكيس البلاستيك في الميكروويف لان هيطلع منه مواد تاثر على الاكل. هل تتخيلوا كل بيت اكيد اكيد لازم بيطلب بيتزا، صح؟ طيب انتوا عارفين ان الكرتونه دي لو انا اكثرت من اني ادي لابني من البيتزا، معمول فيها ماده اسمها بي اف اي اس، دي بيتسرب منها، دي مفروض عشان تحافظ على الحراره، تمنع تسرب الماء، تمنع تسرب الدهون، بس هي المادة دي لما يخش منها البيتزا كمان مع الوقت مليانة سموم. طبعا
طبعا ايه مش هنخوف قوي قوي يعني، بس ايه حبه حاجات مهمه قوي ان الواحد كان يقولها عشان خاطر ناخد بالنا من اولادنا. طريقه حفظ الاكل، طريقه التسخين، إيه نوعيه الاكل احنا بنديها لاولادنا، لان طبعا دول اهم حاجه عندنا. لان هنبص نلاقي ان انا بروح للدكتور وبدور على حاجه وانا بايدي بديله السموم وبعمله المشاكل الصحيه. زي كتير جدا من الامهات تيجي تقولي ما لو ما قلتلوش البطاطس مش هيرضى ياكل. طب ما ياكلش، بس مش انا هديله بايدي الاكل اللي ممكن يعمله الدهون على الكبد، اللي ممكن يعمله الكرش، اللي ممكن يدخله في ضغطه وكوليسترول، مش كده ولا ايه؟ طيب هنبتدي اول حاجه زي ما اتعودنا اسئله الفيسبوك. واول سؤال بتقول شيرين من اسكندريه، دكتوره مها، في دواء اسمه كروميترون آمن للرجيم وهل له ضرر أضرار خطيرة؟ بصي حبيبتي، أنا ضد فكرة إن أنا أخد دواء لمجرد إن أخد دواء، لأن أي دواء أنا هاخده طبعاً ليه مشاكل صحية، وأي دواء مجرد ما هوقفه لو ساعدني في إنقاص الوزن هيرجع تاني. مريم بتقول محتاجة نظام غذائي، كان عندها جرثومة المعدة وخسيت خالص، وأنا عايزة أرجع أتخن تاني وجسمي يبقى مظبوط، وكنت عايزه اثبت وزني، يا ريت تردي عليا. وانا خفيت من الجرثومه بس ايه بس برضو بتخس وعايزه تدخن. طيب بصي بقى، اللي انا هطلبه من حضرتك حاجتين. نمره واحد، ممنوع الاكل الجاهز، هتاكلي من اكل البيت عشان خاطر كمان ما يحصلش عدوى تاني. نمره اتنين، نغسل الاكل كويس قوي قوي قوي. فانت ممكن الصبح مثلا تاخدي نص رغيف فيه بيض، في جبنه، خيار وخس تبقى اغسلهم كويس قوي، طماطمايه صغيره، بعد 3 ساعات خدي واحده زبادي منزوع الدسم، بعد 3 ساعات وجبه الغداء لازم خضار مطبوخ، سلطه، ممكن نحط على السلطه معلقتين كينوا هتديكي احساس بالشبع حلو، وجنبيها ربع فرخه او شريحه سمك مشوي. بعد 3 ساعات خدي طبق سلطه كبير مغسول كويس قوي وعليه خل التفاح وليمون. العشاء هيبقى 3 سمرات فاكهه او 2 زبادي، هتخسي وتبقي زي الفل. معانا منى، اتفضلي يا منى. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. دلوقتي انا عيالي بياكلوا الكورن فليكس كتير. تمام. دلوقتي حضرتك حلو ليهم للاطفال ولا لا؟ حلو، مفيش منه مشكله، بس هل بياكلوا منه، هل هم سمان بياكلوا كتير قوي وعليه لبن؟ لا هم مش سمان، هم رفنعين خالص. لا، انك انت تفطريهم كورن فليكس دي حاجه كويسه، بس لازم تنوعي لهم في الاكل يا منى. طيب دلوقتي حضرتك اللانشونات حلوه ليهم ولا بدك وحشه؟ في اي اسئله تانية يا منى؟ انت بتقولي دلوقتي حضرتك الكبده وحشه ليهم، انا عايز اعرف ان الكبده اللي هي بتاعت الفراخ ولا الكبده المستورده؟ حاضر يا حبيبتي، هجاوب على حضرتك. ماشي، شكرا. سلام. اولا احنا لازم ننوع لاولادنا، يعني ما ينفعش ياخدوا حاجه واحده. الكورن فليكس طبعا كويس، البليله احسن منها لانها حبوب كامله، وتحطي لهم معاهم كوبايه لبن كامل الدسم، هتبقى وجبه كويسه جدا. ممكن لو انت بتقولي ان هم رفيعين، ممكن تحطي عليها معلقه عسل، ممكن تحطي معاها ثمره فاكهه موزاي او تفاحيه، هتفتح نفسهم على الاكل وتاكله. انما لما نتكلم على الكبده، طبعا الكبده المستورده لا، انهم ياخدوا مره في كبده فراخ مفيش منها اي مشكله. هنكمل اسئله الفيسبوك. اميره بتقول بعمل دايت مع نفسي بس مبطله عيش وسكر، بس بنزل بسيط، وزنها 97 بقى 94 وبعدين بقى 96، بس بعمل صيام متقطع كده صح ولا اعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي، ان انت تبطلي عيش وسكر خالص، طبعا بنبطله الفترة بس بنرجع له تاني. العيش بناخده في وجبة الفطار، ممكن تاخدي الصبح ربع رغيف. تمام. الصيام المتقطع مش بيناسب اي حد. انت خسيتي ورجعتي تاني، فانا انصحك تعملي تحليل غدة درقية عشان اطمن عليكي، لان ممكن يبقى فيها اي خلل، هتلاقي نفسك مهما حرمتي وما بتاكليش مش بتخسي. فاعملي تحليل الغدة الدرقية، ممكن تاخدي ربع رغيف بس في الفطار، هتلاقي نفسك وبتعملي تمارين رياضية. لما تطلع نتيجة التحليل يا اما تعرضيها عليا هنا في البرنامج، ابعتيها لي على الفيسبوك، او خلي اي دكتور يشوفها. فيكي من اسكندرية بتقول تحياتي يا دكتورة مها، انا عمري 62 سنة،
اسمي فيكي داود من اسكندريه. اهلا وسهلا يا حبيبتي، عندي بعض الاسئله عن جهاز تفتيت الدهون، وعذرا اني مش عارفه اسمه صح، ارجو الرد الاهميه. انا كنت اصبت بجلطه كانت جات لها جلطه في رجلها، ورفعت الرجل لفتره طويله فتسببت في تكوين كتله دهنيه طبعا اعلى الفخذ وتليفت. وسؤالي هل الجهاز ينفع انه يفتتها؟ وسؤال اول جزء السؤال ده، ان الجهاز طبعا اجهزه التجميد لازم تاخدي بالك ان انت حضرتك بتقولي ان جالك جلطه، انا ما انصحكيش تعمليها. انما لو كتله الدهن دي فيها تليف وجامده زي ما حضرتك بتقولي، ممكن نشيلها بالجراحه احسن، هتبقى نتيجتها اقوى واحسن. انما حتى جهاز الكول سكالبتنج، لان بما ان كان في جلطه انا افضل بلاش. طبعا انا ما اقدرش احكم كمان الا بعد ما اشوفك واكشف عليك، انا بتكلم على الجهاز الاصلي، هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن نعمل لك بيها. ممكن يجيب نتيجه، بس الاجهزه اللي في السوق اللي هي تقليد لا، انا ما انصحكيش خالص خالص خالص، خدي بالك. السؤال التاني بتقول لقد تم إزالة الغدد الليمفاوية من تحت الإبط، والدكاترة حذروني من أي شيء يؤدي يؤذي. وسؤالي هل الجهاز مضر لإيدي؟ الدكاترة حذروكي إن أنت تعملي أي حاجة. طبعا أنا يعني لازم أشوف حالتك وأشوف إيه اللي أنت محتاجاه، وإذا كان أي جهاز الجهاز هيناسبك ولا لا. ناخد بالنا على فكره لما نروح اي مكان ونشوف اي جهاز ان احنا بنروح في مكان امين، يبقى الدكتور عنده الامانه الكافيه، مش مستعجل ياخد الفلوس اللي في جيبك. انا بشوفها كتير وبتبقى النهايه يقول لك لو ما ضرش مش هيفي، لو ما فاتش مش هيضر. لا، بيضر، بيضر نفسيا معنويا ماديا، كمان بيعمل للواحد احباط ان هو حاول ودفع فلوس وما جابش نتيجه، فخدي بالك. معانا مريم، اتفضلي يا مريم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. انا عندي انا كان وزن 82. علي صوتك شويه لو سمحتي. كان وزن 82 تمام، وعملت دايت ونزلت لل 70. برافو. ولسه هنزل لل 60 كمان، بس تمام. انا عندي مشكله في صدري. إيه؟ انه بيخس ببطء جدا. اكتر منطقه متخزن فيها الدهون عندك فين يا ماري؟ هو الصدر. طيب. كمان كنت سمعت حضرتك اتكلمتي عن جهاز مش فاكره كان اسمه كول سكالبنج تقريبا. تمام. هل الجهاز ده موجود في اسيوط او حضرتك تبقى موجوده في اسيوط؟ تمام. انت عندك كام سنه؟ 25. اكتر كل الدهون موجوده فين يا ماريا؟ هي معظم بتبقى في الصدر، اول حاجه بتتخن فيها الصدر بس. ومن وظهرك كتافك؟ لا لا، عاديين يعني، لما خسيت نزلوا. تمام تمام كويس. بتعملي اي نوع من انواع الرياضه؟ انا بنزل الجيم 3 ايام في الاسبوع. برافو عليكي. تمام. بتاكلي حلويات كم مره في الاسبوع؟ لا انا ما بحبش الحلويات، فباكلها كل فين وفين يعني لما بيبقى نفسي فيها. طب والمقليات؟ المقليات مبطلها، كل حاجه بعملها مشويه. برافو عليكي. الدوره منتظمه؟ منتظمه. تمام. هجاوب على حضرتك حالا. اولا لا، الجهاز مش موجود في اسيوط خالص، ولا وانا ما بروحش طبعا اسيوط. المنطقه الدهون سوري الثدي بالذات بتنزل ببطء فعلا جامد جدا، عشان توصل للحجم اللي انت عاوزاه لازم تنزلي جامد قوي، لان دي منطقه تخزين دهون. زي ما في ناس منطقه الارداف تبص تلاقيهم اللي هم بنقول عليهم شكل الكمثره، يخسوا قوي قوي من فوق، وتفضل منطقه الارداف اخر حاجه تخس، فمحتاج شويه صبر، هتبص تلاقي بعد شويه ابتدى ينزل. مريم بتقول انا بنتي عندها 10 سنين، ليها بطن وعندها دهون، بتشرب 3 لتر من الميه بس بطنها بتخس وبترجع تاني، اعمل ايه؟ اللي بيساعد على تخزين الدهون في منطقه البطن لازم نعرف الاليه. ما كتير جدا من الناس بعد ما تخس تلتزم وتخس، اول ما تخس وتوصل ليه عايزاه ترجع تاني لنفس العادات القديمه اللي هو اكل الاليه واكل الحاجات الحلوه، ما انا خسيت بقى خلاص من حق اكل، فالطبيعي انها تتخن. اللي بياكل هو اللي بيتخن، مش اللي قاعد جنبه اللي بيتخن. لازم ناخد بالنا جامد قوي. ليه؟ لان طبعا السمنه تكرار تخزين الدهون بيعمل كمان بيخلي الجسم عامل زي اليويو، فتبص نلاقي بعد شويه
ان احاول اخس ما بخسش ويحصل ترهل وضعف في العضلات، ونبص نلاقي كمان ان ايه المره اللي بعديها لما نيجي نخس الجسم مش راضي يسيب الدهون. طبعا دي بتعمل لنا مشاكل نفسيه جامده جدا بغض النظر عن اي حاجه. معانا فيفي، اتفضلي يا فيفي. اتفضلي يا حبيبتي. الو. ايوه انا بتصل، عايزه اكلم الدكتوره لو سمحتي. ايوه انا الدكتوره، انت معانا على الهوا حبيبتي. طيب انا ما انا بكلم عشان خاطر بنتي، انا معايا بنتي قصيره شويه بس عندها كرش كبير. وانا مش عارفه. اتفضلي اسمعينا يعني من التليفون مش من التلفزيون. إيه في كرشها ده؟ هي بنت. هي بنت وسنها كبير شويه، عندها 40 سنه. تمام. بس كل الدهون بقى متراكمه في كرشها، عندها كرش جامد قوي. تمام. الدوره منتظمه عندها؟ في الايام الاخرانيه دي مش منتظمه قوي. بيطلع لها شعر في اماكن غير مستحبه؟ الدقن، الشنب؟ لا 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 خالص. في اماكن في جسمها بتسود ازيد من اللازم؟ لا ما عندهاش حاجه زي كده، بس هو بطنها كبيره، انا متضايقه. طيب. عشان بطنها كبيره. في حد في عنده سكر في البيت؟ انا والدتها عندها سكر. يا حبيبتي هجاوب على حضرتك حالا. هو طبعا يا مدام فيفي حضرتك عندك السكر وبتقولي منطقه تخزين الدهون عند البنت في البطن، ناخد بالنا لان دي بنسميها علامه انذار انها ممكن بعد الشهر تخش في سكر، مش النهارده ولا بكره، قدام شويه. لو اهملت، تخنت زياده، كلت حلويات زياده، لازم تمنعي الاليه. ما تقوليش احنا صايمين، ما احنا كلنا بنصوم، بس مش معنى كده هنبقى علامه ان كل اللي بيصوموا عندهم كرش. ما هو ايه اللي بيعمل الكرش ده؟ دهون الاليه. فما تحاوليش. هنمنع عنها دهون الآلية تماما، لازم تنظمي لها الوجبات ولازم تخس. ليه؟ اولا دهون البطن دي بتدخل في ضغط وسكر وكوليسترول، وهي عندها كمان جين السكر، بتعمل ألم في الظهر وألم في الركب، فمشاكل لا حسرة لها. فلو سمحتي مشيها على نظام نمنع الآلية تماما. ممكن اما اكشف عليها اقول لها مثلا الجهاز ده يناسبك، ممكن يكون الكول سكالبتنج يجيب معاها نتيجة حلوة، تبقى يعني حاجة حلوة قوي. معانا جمال. الو. ايوه اتفضل. اتفضل يا استاذ جمال. ايوه كلم الدكتوره. حضرتك على الهوا. الو. ايوه اتفضل. ايوه اسال الدكتوره. ايوه استاذ جمال قول السؤال. يا دكتور اهلا بيك. ايوه انا كان وزني 100 كيلو. ايوه تمام. ايوه دكتور وزنك 100 كيلو. انا كان وزني 100 كيلو ونزل بقي 70. تمام. وبعدين؟ انا وزني كان 100 كيلو. ايوه ونزل 70. ونزل بقي 70. وبعدين؟ وبعدين؟ طيب حاول. عايز اعرف ايه السبب. ها؟ وكان بيزيد شد عضل في جميع اجزاء الجسم، يعني في الاطراف وفي الرجل وفي ريقك بينشف؟ ريقك بينشف؟ بس ريقك بينشف يا استاذ جمال؟ الوزن لما خس. هجاوب على حضرتك حالا، هجاوب على حضرتك. طبعا اما وزننا يخس فجاه من غير اي مناسبه ولا سبب ولا انت عملت رجيم، طبعا يبقى لازم نكشف لان بنشك في كذا حاجه. فعايزه حضرتك تعمل تحليل غده درقيه، تحليل سكر، لازم تكشف لالا يكون بعد الشهر دخلت في اي مشكله صحيه. هنطلع فاصل، ويشرفني وجود الاستاذ الدكتور يوسف معانا، وفي انتظار مكالماتكم، وهنعرف هنعمل ايه لاولادنا مع دخول المدارس. رجعنا تاني، ويشرفني وجود الدكتور يوسف معانا، وهيكلمنا على بخصوص دخول المدارس، نعمل ايه مع اولادنا ونحتاط ازاي. شرفت يا دكتور. اهلا بحضرتك. وليك وحشه، وقالنا كتير ما شفناكش. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. طبعا دخول المدارس عامل ذعر عند اهالي كتيره، اهالي وجد وجده والكلام ده طبعا مهم جدا. نعمل ايه؟
دخول المدارس كل سنة بيكون له احتياطات. الاختلافين بيحصلوا مع دخول المدارس، اختلاف مناخي واختلاف بيئي. المناخي دخول المدارس بيبقى الصبح فيه شوية برد، والظهر الشمس بتطلع بيبقى الدنيا حر، فبنلبس لبس مختلف الصبح يختلف عنه الظهر. ده الاختلاف المناخي. كان قاعد في البيت صيف داخلين على بدايات شتاء، الصبح الدنيا برد، الظهر الدنيا حر. الاختلاف البيئي كان قاعد في البيت منعزل لوحده مع اخواته، لا دلوقتي بيركب باص، في اطفال تانيين معاه، بيروح فصل مكدس، في اطفال، في فرصه العدوى بتزيد. المناخ لما بيبرد ده فرصه لانتشار الفيروسات، والبيئه لما يحصل فيها تجدس دي فرصه لانتشار العدوى. طبعا السنه دي سنه استثنائيه تماما، دي سنه الكوفيد 19. كل بيت في حاله ذعر، ايوه لهم حق، لكن في احتياطات لازم نعلمها الام والاب يعلموها لاولادهم وبناتهم اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها. ايه بقى؟ انا لما بلبس ماسك اكتشفوا ان ده بيعمل لي حمايه 30%، لما اللي قدامي بيلبس ماسك بيعمل له حمايه 30%، انا وهو لابسين ماسك عندنا حمايه 60%. ده فاكتور. نمره 2 التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي ده مهم، وزاره التربيه والتعليم واخده احتياطات، عشان كده عامله ايام وايام لا عشان تقلل الاعداد في الفصول. غسيل الايد بالميه والصابون ده مهم جدا واهم من الكحول 60%. وكتير امهات يقولوا لي يعني هو الطفل هيقعد 20 ثانيه يعرفها ازاي؟ يعني سهله جدا، نحفظ الولد او البنت اغنيه طول 20 ثانيه، نقول له انت بتغسل ايدك قول الاغنيه، اول ما تخلص اقفل الحنفيه. بس مهم جدا الغسيل بانتظام. نمره 2 زي ما الدكتوره مها قالت الاكل. الاكل الصحي للاطفال ده مهم جدا لان ده بيحسن الجهاز المناعي. نمره 3 اللبس. مش عايزين نغالي دايما في اللبس، ودي دايما بقولها للامهات، لا لبس شتوي تقيل ولا لبس صيفي زياده عن اللزوم خفيف، لكن ممكن الطفل يلبس ملابس قطنيه وعليها سويتر، لو الدنيا برد الصبح بيلبس سويتر، بيجي الظهر الدنيا تشمس يقلع السويتر ويلعب وكده. مهم جدا وده واجب المدرسه ان مفيش طفل يخش المدرسه عنده سخن. انا النهارده وانا جاي اقابل الدكتوره مها اسولي الحراره قبل ما ادخل، ده مهم جدا، والترمومتر الحراري ده موجود في كل الاماكن وكل المدارس ملتزمه بيه. الاهتمام بنظافه الديسكات بتاعه المدارس بالكلور والميه. الاهتمام بان الالعاب اللي الاطفال هيلعبوها في وقت البريك ما تكونش العاب فيها مخلطه، يعني ما يحبسنا احنا نلعب كوره، ما يحبسنا احنا نلعب هاندبول، ما يحبسنا احنا نلعب باسكت، نلعب العاب فيها تباعد. السباحه لو في مدارس فيها حمامات سباحة دي مفيدة، ان احنا نلعب العاب ما كانش فيه العاب على الكمبيوتر وفيها مشاركة. كل دي حاجات مهمة وسهلة ان احنا نعلمها للأولاد. تمام. معانا منى، حنان، معانا دلوقتي حنان، اتفضلي يا حنان. مساء الخير يا دكتورة. سنوري يا سنوري. دكتورة انا وزني 95 طولي 164، انا مريضة سكر وضغط وعامله عمليه غده. بس انا عندي حب قوي للاكل، يعني انا من النوع اللي ما بعرفش اعمل كنترول على نفسي في الاكل. ليه يا حبيبتي؟ انا بشتغل في مدرسه مشرفه باص، فبصحى من الساعه 5 الصبح، فتلاقيني على الساعه 8 لازم اكل، وانا مريض سكر يعني المفروض ما اكلش الا نص رغيف او كده، بس باكل رغيفين مثلا. من النوع اللي مش عارفة اعمل كنترول على نفسي خالص. انا نفسي في حاجة، اخد حاجة تخليني اسد النفس، لاني انا حاسة بتعب في جسمي كله. طبعا يا حبيبتي. يعني انا مش مرتاحة. اكتر منطقة متخزن. مرتاحة الاول، يعني ايام كورونا لما كنا قاعدين انا ما ببقى لوحدي ما باكلش، فكنت راحة خاسة جدا، اللمة والناس والاصحاب خلوني كلت. فرجعت بعد ما كنت راحة 80 رجعت 95. طب قولي لي اكتر. احنا راجعين من شهر 8. بتاخدي ايه علاج السكر؟ برشام؟ نعم. بتاخدي علاج السكر برشام ولا حقن؟ لا برشام. تمام يا حبيبي. انا باخد برشام. سلام. وباخد كونكور 5 للضغط، وباخد زنجوليد 30 على 40 للسكر. ماشي. وباخد للغده اللي هو البرشام اللي هي 100 دي بس. تمام. هجاوب على حضرتك حالا. اولا لازم تتبعي تحليل الغده الدرقيه بانتظام، تحليل السكر اللي هو كل 3 شهور، ده مهمين جدا دول على جنب.
ثانيا في اول ما بنبتدي ناكل، اما بناكل اكل يجوع فبيخلي طول النهار الجسم يخزن ونجوع. فخدي بالك بتفطري ايه الصبح. ممكن تفطري الصبح طبق فول ومعاه بيضتين بس وخيار وخس، تاخدي بالك. وبعد ساعتين ممكن تاخدي وجبة تانية عبارة عن فاكهة وزبادي. نظمي وجباتك، ما تقعديش ساعات طويلة ما تاكليش. وما فيش حاجة اسمها أدوية بتسد النفس. الأدوية اللي بتساعدنا على نعمل سيطرة دي غير مسموحة. ليه؟ لأن بتشغل على المخ، بتعمل اكتئاب. أنا جالي حد يا دكتور يده بتتنفض من كتر الأدوية اللي راح لدكتور اداله كمية أدوية تسد النفس بشعة. فده غلط، لأنها هتدمر حاجات كتيرة قوي قصاد إنها تخليك تخس. وأول ما توقفيها هتتخنق أكتر من الأول. دكتور دلوقتي في حد قال سؤال جميل جدا، قلت لازم أقوله لك. بيقول هو بصحيح في كورونا في الأطفال؟ بعد 9 شهور؟ بعد 9 شهور. لا طبعا في كورونا في الأطفال، والسؤال ده فعلا بنتسأله. طيب هي الكورونا ليه في الأطفال؟ هو الأهم بقى، ليه الكورونا في الأطفال بتعملش مشاكل زي الكبار؟ هم قعدوا يدرسوا القصة دي، لقوا لها سببين. نمره واحد، إن الأطفال بياخدوا عدوى كتير بالفيروسات بتاعت الأنفلونزا، فدي بتكون أجسام مضادة. الأجسام المضادة دي بتخليهم أكثر مقاومة لفيروس الكوفيد. نمره اتنين، اكتشفوا إن جهاز المناعة عند الطفل مختلف عنه عن البالغين. إزاي؟ جهاز المناعة عند الطفل أضعف، غير مكتمل زي الكبير، فالمقاومة بتبقى مختلفة. الكبير اكتشفوا حاجة اللي هم اتكلموا عليها في الآخر وقالوا إن هي سبب للوفيات في الشباب، إنه جهازه قوي فبيعمل مناعة شديدة. المناعة دي مش بس بتروح ناحية الكورونا، دي بتروح ناحية كمان أجهزة وأعضاء جسمه، فبتعمل اللي هي سايتوكاين ستورم، اللي هي عاصفة السايتوكاين، فبتأدي إلى الوفاة. الأطفال ما بيحصلش فيهم دي، فعشان كده الأطفال أقل عرضة للكوفيد، الأطفال أقل عرضة لدخول المستشفيات، الأطفال أقل عرضة كتير لدخول العنايات المركزة. لكن طبعا في كوفيد وفي الأطفال وأخطر. ليه؟ لأن معظم الأطفال ما بتظهرش عليهم أعراض، فبيكونوا كارير ونقلين للعدوى للكبار وللجدة وللأب والأم اللي ممكن تظهر عليهم أعراض وتظهر مضاعفات. تمام. طيب دلوقتي موقف حضرتك ايه من التطعيم؟ التطعيم سواء كان تطعيم البرد. التطعيم ضد الانفلونزا الموسميه اللي احنا موجود دلوقتي ده مهم للغايه، وفي امريكا بيدوه بقالهم 3 سنين من التطعيمات الاجباريه من سن 6 شهور. بس التطعيم اللي موجود في مصر دلوقتي نوعين، في نوع الثلاثي وفي نوع اسمه رباعي، والرباعي هو الاكثر انتشارا ومتواجد في الهيئه العامه لمصر واللقاح فاكسيرا. ده بنديه للاطفال الكبار من سن 3 سنين. الاطفال من 3 سنين ل9 سنين اللي ما خدوهوش قبل كده بياخدوه جرعتين بينهم شهر، والاطفال اللي خدوه قبل كده بياخدوا جرعه واحده وبتكون حقنه في العضل في الكتف. تمام. معانا جايلان، تفضلي. تفضلي حبيبتي جايلان. الو. تفضلي حبيبتي. إيه انا اسمي جلينة. اهلا وسهلا. إيه دلوقتي انا تخينة عند الهنش، بس عايزه انزله ازاي؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 18. برافو عليكي. بتعملي اي نوع من انواع الرياضه؟ إيه بلعب طايره بس. انا مبسوطه منك، بقول لك برافو ان انت صغيره ومهتميه ان انت تخسي. بصي ايه، برافو ان انت لسه سنك صغير مهتميه انك تخسي، مش يعني فرصه اكل براحتي. خدي بالك، عايزاكي كل الرياضه اللي انا اقولها لك تنظمي وجباتك يا جايلان، وتمشي تعملي حسابك تمشي على الاقل من نص ساعه اول اسبوع، وبعد كده يبقى ساعه ماشي ماشي خطوه واسعه بانتظام. ممكن تمشي محلك سر، بس احسن رياضه ليك تبقى رياضه المشي. بعد شويه بقول لك اعملي رقص في الباب، ورقصي رقصي زومبا، رقصي بلدي، اي رقص هيساعدك على الاكل. مامتي تخينة عند الكرش بس، تنزله ازاي؟ في كذا وسيله. طبعا اهم حاجه ناخد بالنا من اكلنا، لان مهما عملنا اي وسيله واحنا بناكل وبندخل سعرات زياده هترجع تدخل. انما منطقه البطن هجاوب على حضرتك حالا، بنعملها كذا حاجه، نظام الاكل، طبعا ممكن نعمل كول سكاربتنج، ممكن نعمل ري لايف، الاجهزه اللي فعلا بتجيب نتيجه وبتقضي على منطقه تخزين الدهون. دكتور يوسف دلوقتي
ايه اعرف ازاي ان كان ابني ده جاله برد ولا يا ساتر جاله كورونا؟ ده سؤال حضرتك كويس قوي. اعراض البرد واعراض الكوفيد 19 اللي هي الكورونا متشابهه في حد كبير طبعا، لكن في بعض الفروق. اهم حاجه هنا بيكون في تكسير في العظم، الطفل يقول انا جسمي مكسر، في الكوفيد بيكون التكسير اكتر، الشكوى اكتر. الصداع هنا قد يحدث في البرد، مع الكوفيد لازم في صداع. الام العضلات جايز يحصل مع ادوار البرد اكتر كتير مع الكوفيد 19. طبعا في سخونيه بتبقى بتتراوح من نص درجه لدرجه في البرد، مع الكورونا الحراره بتوصل ل 40 وبتعلق يوم واثنين وخمسه وقد تقعد اسبوعين، بس بتبان اكتر في الكبار. الكحه في الاطفال مع البرد قليله، مع الكورونا برضو لو في الاطفال بتبقى قليله، لكن لو ظهرت احنا بناخد الموضوع باكثر جديه وبنعمل فحوصات اكتر، وساعات بنلجا نعمل سي تي على الصدر، اشعه مقطعيه على الصدر. في الاطفال في البرد نادرا انه يحصل فقدان للشم والتذوق، بيحصل مع الكوفيد فقدان للشم والتذوق، وده بيحصل في الاطفال. كانوا فاكرين انه ما بيحصلش في الاطفال، لا بيحصل، بس الاطفال ما بيقدروش يحددوا بسهوله الا لو جبنا لهم روايح هم متعودين عليها ونسالهم. يعني الكوفيد بيبقى معاه لو جه ظهرت كحه بيبقى معاه ضيق في النفس، البرد لو ظهر كحه ما بيبقاش معاها ضيق في النفس والطفل يشتكي. حاجه مهمه بقى ان البرد بيبقى معاه سيلان في الانف، الكوفيد نادرا انه يحصل معاه نزول في الانف، سيلان في الانف. حاجه الاب والام ياخدوا بالهم، لان بعض الاطفال بيجي لهم كورونا من غير ما ندرى. الاب والام لو لاحظوا ان الطفل مفوت ميعاد الاكل، ما بياكلش زي عادته، المفروض يشكوا في الكوفيد 19. معانا الاستاذ ويليام، اتفضل. يا فندم. مساء النور. حضرتك انا الكبد شويه مش سامع حضرتك، اتكلم من التليفون. ها يا فندم، كنت سامعني؟ اتفضل. بقول لحضرتك عندي منطقه الكرش عايز اخففها. انت عندك كام سنه يا ويليام؟ 40 يا فندم. شغلك فيه حركة ولا قاعد؟ حركة جامدة جدا. تمام، بتاكل كم وجبة في اليوم؟ الصبح افطار وغدا وعشاء. لو جوعت بين الوجبات بتاكل ايه؟ لا ما فيش بين الوجبات، لان حضرتك بيبقى في الشغل. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. هو عادة اغلب يعني منطقة تخزين الدهون اللي في البطن دي اكتر عند الرجالة، واكتر حاجة تساعد عليها الآلية، المشروبات اللي فيها لون البني. فلازم نبعد خالص عن الآلية، البطاطس المقلية والطعمية والبانيهات، تشرب مية كتير جدا، تاكل خضروات كتير قوي، يعني لازم في كل وجبة يبقى طبق السلطة الكبير، طبق الخضار. بعد كده بنطلب أي نوع من أنواع الرياضة زي رياضة البطن، بس الحاجة اللي بتدي عليها تماما سواء كان البطن أو اللاف هاندلز هي الجنبين دول، هو الكول سكالبتنج، الجهاز اللي عرضناه كذا مرة. دكتور، في مرض، سؤال عن مرض كوازاكي اللي بنسمع عنه، ما هذا هو؟ كوازاكي ده مرض ظهر سنة 67 في اليابان، واللي لاحظه طبيب ياباني اسمه كوازاكي، عشان كده تسمى باسمه. كوازاكي ده كومن جدا في اليابان، كوريا، أمريكا، إنجلترا كتير قوي، الحمد لله في مصر قليل. بس الكوازاكي ده مهم جدا، هو مرض بسيط وقد يكون خطير. يعني ايه الكلام ده؟ كوازاكي ده بنسميه سيلف ليميتد ديزيز، مرض يشفى تلقائيا، ولكن قد يسبب مضاعفات في بعض الاطفال. بيحصل في الاطفال؟ هو ما بيجيش غير في الاطفال اكتر من سنتين لخمس سنين، نادرا انه يحصل اقل من سنتين، لكن بيحصل وتكون مضاعفاته اشد. ده مرض بيظهر على اتحمار في العين، بيظهر على تكسير في الجسم، بيظهر على تورم حوالين العين، حوالين الشفايف، تشقق في الشفايف، اللسان بيورم ويكون محمر شكل الفراولاية، تورم في الايدين والرجلين مع طفح في الجلد. علشان كده هي في بعض الحالات هم ربطوه بالكوفيد، لان الكوفيد في الاطفال ظهرت معاه بعض الحالات بطفح جلدي، فقال لك كانوا خايفين، وظهرت في انجلترا مع الكوفيد الاطفال اللي جالهم كوفيد بعديها ظهر لهم الموضوع، عشان كده اتكلموا فيه كتير. صاحب السؤال ده يعني واضح ان هو متابع كويس، لكن موجود في مصر
ولازم يتشخص صح ولازم يتشخص بدري، لان هو كذا مرحله. المرحله الاولى بتكون خفيفه، ولو ما تلحقش بيخش في المرحله الثانيه اللي هي الاخطر، اللي هي بتعمل تمدد في الشرايين، بالذات شرايين التاجيه اللي بتغذي القلب، وقد يصيب صمامات القلب. فلذلك هو موضوع مهم جدا. معانا نوره، اتفضلي يا نوره. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء نوره حبيبتي. انا عندي 62 سنه. تمام. وعندي الغده الدرقيه، وانا بقى كنت بعمل ريجيم كده مع نفسي. انا كان وزني 98 كيلو، وبعمل ريجيم كده مع نفسي فخسيت كيلو. رحت للدكتوره وعملت معاها نظام ريجيم، وادتني حاجه اسمها تويستر. دلوقتي انا خسيت 6 كيلو. تمام. زاد الكيلو يعني 7 كيلو، يعني وزني دلوقتي 91 كيلو. فانا طبعا عندي ركبي وجعاني وما بقدرش امشي. بقالي يومين عندي اسهال جامد، لان باخد برضو الشاي اللي هو بتاع الرجيم اسمه ريا، وده ما عندي اسهال من امبارح، كان اسهال جامد قوي. النهارده يعني معقول شويه. وبعدين حاسه بدوخه جامده قوي، يعني من امبارح، يعني مشيت كده شويه او وقفت شويه حاسه ان انا هقع. طب وليه يا نورة؟ على صدري كده خالص، وما ببقاش قادره حتى الكلام، مش قادره اتكلمه. اكتر من تعمل انام على ظهري كده. و سلامتك يا حبيبتي. من الرجيم ولا من البرشام اللي هو اخدته ولا ايه؟ هجاوب على حضرتك حالا، بس قولي لي اكتر منطقه فيها دهون عندك فين؟ لا في جسمي كله. في جسمك يعني؟ هو الكل متناسق كده. هجاوب على حضرتك حالا. هو طبعا منطقه تخزين دهون البطن مشكله، لانها بتهددنا بانها ممكن تدخلنا في مشاكل صحيه. البرشام اللي انت خدتيه والادويه اللي خدتيها هي اللي عملت لك اسهال، فمفيش منها اي مشكله. الضعف والهبوط نتيجه الاسهال، فاحرصي على انتشرب ميه كتير، سيفن اب مشروبات كده علشان تعوض تظبط السوائل اللي هي عملك الهبوط. وطبعا لازم تعملي تحليل غده درقيه بانتظام كل 3 شهور او 4، وتتابعي مع دكتور. هنطلع فاصل ونرجع تاني، وفي انتظار مكالماتكم. وهيسعدنا الدكتور يوسف مشرفنا معانا النهارده، وهيكمل بقيه كلامنا نعمل ايه مع اولادنا. رجعنا تاني، وشرفني وجود الدكتور يوسف معانا، وهنكمل كلامنا. دكتور يوسف، دلوقتي ايه اللي احنا المفروض الام امتى تخاف وتقلق على ابنها وتوديه للدكتور؟ كلام مهم وكلام صح. بص يا دكتورة مها، الطفل عرضة ان هو هيسخن، يعني احنا داخلين على موسم الفيروسات والانفلونزا والبرد. عايز اقطع حضرتك، عايز اقول حاجه، ان اللي اكبر مشكله بتواجه الاولاد هنا ان كل ام طفلها عي تجري بيه على الاجزخان، ادي له ايه، عندها دواء مخفض لحراره الدوله، فدي طبعا تعتبر كارثه. انا عايزك تحل لنا الكارثه دي. الكارثه ان ما ينفعش الزميل الصيدلي ده له دوره ودور مهم انا ما اعرفش اديه، وهو ما يعرفش يأدي دور الطبيب. ايوه ما كشفش عشان يدي علاج. ارجوكوا السنه دي كمان، يعني بزياده لازم نلجأ للطبيب على الاقل تليفونيا. طبيب الطفل بتاعك ارجعي له واساليه اي سؤال انت شاكه فيه، السؤال اللي انت عايز تساليه للصيدلي اساليه للطبيب بتاعك تليفونيا. ارخص على فكره، لان لما تروح للدكتور وينقذ الولد بدري هي بتوفر على نفسها مصاريف كتيره قوي. ودايما الصيادله القدامي بيرفضوا ويقولوا لهم اطلعوا اكشفوا. يعني الطفل وانس انه سخن، انا بقول للام الطفل لما يسخن ما تقلقوش خالص، ومن فضلكم لما يسخن نديله اولا لازم نعرف هو سخن والحراره كام بجهاز ترمومتر. حكايه جسيته دي ما تنفعش. نمره 2 ان انا اول ما يسخن بديله خافض حراره اسمه الباراسيتامول، وده متوفر في السوق المصري باسامي كتيره، بس المهم ان احنا ندي الجرعه صح. نسال طبيب الاطفال عشان تبع وزن الطفل بندي الجرعه. الحرارة عالية قوي والباراسيتامول مش جايب نتيجة، بنعمل كمادات بمية فاترة في الشتاء أو مية حنفية في الصيف وما نقلقش خالص. الولد ظهرت عليه أي أعراض غير السخونية بنلجأ للطبيب فورا، أو نلجأ له تليفونيا أو نزور الطبيب. الحرارة زادت عن يومين بدون أعراض غير إن هو سخن بنلجأ للطبيب تليفونيا أو بنلجأ للطبيب للكشف. بعض الأطفال ما بنحبش يجي لهم سخونية، بنبقى خايفين عليهم أكتر، زي الطفل اللي عنده سكر، الطفل اللي عنده عيوب خلقية في عضلة القلب، الطفل اللي عنده مشاكل وراثية في التمثيل الغذائي. دول بعض الأطفال اللي بنحب
ان هو لو ظهرت عليهم سخونية لا نلجأ للطبيب، علشان قد يكون هناك مشكلة محتاجة علاج من البداية، يبقى الوقت هنا بيكون لصالح الطفل. طيب جاء سؤال ام تسأل، هل الاسهال الشديد من اعراض الكورونا؟ طبعا الاطفال حتى والكبار برضو بيظهر طبعا بعض الحالات مع السخونية، بيكون في بعض حالات في الكورونا بيظهر معاه اسهال، بيظهر معاه غثيان، عنده ميل للقيء او فقدان للشهية في الاكل. الاسهال هنا من العلامات اللي لو الاسهال مصاحب للسخونية، وبالذات لو في حالة او الطفل حصل له مخالطة بحالة كوفيد لازم ناخد بالنا ان دي غالبا هتكون كوفيد. الاسهال من العلامات اللي تسجلت انها من اعراض الكورونا في الاطفال. طب اني طفل بنخاف عليه اكتر؟ يعني اني طفل بيعاني من مشكلة صحية اكتر؟ هل لو الطفل ده عنده سكر لو زي ما قلت لحضرتك الاطفال اللي عندهم سكر وعلى انسولين طبعا دول لهم يعني معايير خاصه. الطفل اللي عنده مشكله في التمثيل الغذائي عنده مشاكل، الطفل اللي عنده عيوب خلقيه في عضله القلب، مولود عنده صمام، عنده ثقب، عنده ده برضه له. بعض بقى الاطفال، ودي كويس ان حضرتك فتحتي الموضوع ده، الاطفال اللي عندهم حساسيه صدريه. الاطفال اللي عندهم حساسيه صدريه دول لازم يتابعوا مع الطبيب بدون مرض. لازم الطفل اللي عنده حساسية يكون على كنترول من أول يوم لآخر يوم في السنة الدراسية. الطفل اللي بياخد بخاخات ما تنقطعش البخاخات، البخاخات مهمة، وبخاخات الكورتيزون لا تسبب أي أعراض جانبية للأطفال طالما بتتاخد بطريقة صح وبتتاخد بجرعة صح وبتتاخد بمحاذيرها صح. من فضلكم الأطفال اللي عندها حساسية صدرية لازم تتابع مع الطبيب بتاعها من أول يوم وتاخد أدويتها من أول يوم، علشان الكورونا مع الأطفال اللي عندهم حساسية مضاعفاتها بتكون واضحة وأكتر. طيب في أم بتسأل إن طفلها بيعاني من نحافة جديدة، فهل ده ممكن يخليه أكثر عرضة للكورونا؟ حكاية النحافة والسمنة هي لها جدول احنا بنلتزم بيه، الطول قد ايه والسمنه قد ايه والعمر قد ايه. لو الطفل ما عندوش سمنه مفرطه ولا عنده نحافه زايده وطول مناسب، لا دي ما فيهاش اي مشاكل. احنا اهم حاجه دايما الام يا دكتوره مها تيجي تقول لك ايه، انا ابني ما بياكلش، السؤال المباشر بعديها على طول ابنك شقي؟ تقول لي موت، اقول لها ابنك فت. يبقى مش بالنحافة ولا بالسمنة. طبعا السمنة المفرطة اللي حضرتك دايما بلاحظ انك بتتكلمي عليها دي من ضمن الحاجات والعوامل اللي بنخاف منها، انها بتزود فرصة الإصابة بالفيروسات والكورونا او الكوفيد. أيوة. يعني السمنة عند الأطفال بتخليهم اكثر عرضة للفيروسات طبعا، طبعاً. والنحافة المغضية والنحافة المغضية، لكن كون عوده نحيف او كون عوده شوية فاتي لكن في حدود الكيرف المناسب لطوله مع عمره، احنا بنقبل هذا الكلام. تمام. معنا ماريان، تفضلي. تفضلي يا ماريان. معنا نبيل، حاولي تكلمينا تاني يا ماريان. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اه دكتور سمعتي، انا كنت 118 بعدين كنت وصلت وقت التدريب. يعني من شهرين ثلاثة رجعت تاني 95 97 100. هو الصوت مش واضح، يا ريت تتكلم. انا عندي والدهون في الكرش. الدهون عند حضرتك في منطقة الكرش، بتاخد أي أدوية أو علاج؟ نعم. بتاخد أي علاجات؟ سكر وضغط، باخد انسولين، باخد انسولين، باخد كام بلس. تمام. هل بتعمل اي نوع من انواع الرياضه؟ ماشي اي رياضه؟ بنمشي بس كتير يعني. تمام. ندخل على السكينه. كل الدهون في منطقه البطن صح؟ بطن. هجاوب على حضرتك حالا. مريض السكر اهم مريض لازم يتبع نظام غذائي لانقاص الوزن. عايز اقول لحضرتك ان المفروض الايدل الصحي بقى اللي هو شاطر البني ادم الشاطر الانسان اللي بيخاف على نفسه يبقى اقل من الوزن الطبيعي بخمسة كيلو عشان يبقى في الامان، لان كل ما بتزيد في الوزن كل ما بتزيد في الاكل محتاج نزود جرعه الدواء. فلو سمحت هو نص رغيف الصبح في فول في بيض، بعد ثلاث ساعات ثمره فاكهه مع واحده زبادي منزوع الدسم، بعد ثلاث ساعات طبق خضار كبير وطبق سلطه واي حاجه بروتين، سمك بقى، لحمه، فراخ، لحمه مره في الاسبوع انما سمك مرتين، مره عدس،
مره لوبيا برضو مهم جدا ان احنا ما يبقاش كله بروتين حيواني. بعد 3 ساعات ثمره فاكهه هنخلي العيش بالليل العشاء ممكن يبقى زبادي وفاكهه. هنشوف دلوقتي النظام الغذائي ده لاولادنا في المدرسه هيظهر على الشاشه وهنتكلم عليه. الفطار الصبح ربع رغيف ومعاه معلقتين زبده فول سوداني وربع رغيف ومعاه بضايه فاكهه وبطاطا مشويه. البطاطا على فكره بتعلي المناعه، زبده فول السوداني صحيه جدا وبتدي لاولادنا طاقه عشان يقدروا يلعبوا ويعملوا النشاطات اللازمه. اما بقول بطاطا يعني بقول فيتامين ا يعني مضادات للاكسده خصوصا في فصل الشتاء. كمان البطاطا هتديهم طاقه هتزود المناعه وكمان غنيه بالبوتاسيوم. كل 100 جرام بطاطا في 337 ملي جرام بوتاسيوم. طبعا حتى لو الطفل اللي عند ابني عنده مرض السكر فالبطاطا من احسن انواع الحاجات الحلوه اللي ياخدها لانها ما بتعليش السكر في الدم بسرعه، الجلايكيميك اندكس بتاعها قليل جدا. كمان البطاطا غنيه بفيتامين سي، فانا خدت حاجه حلوه لاولادي وفي نفس الوقت مش هتسبب زياده في الوزن. اما يرجع من المدرسه الغدا سمك مرتين في الاسبوع، ممكن بقى اي نوع بروتين بعد كده، ولازم خضار ورز، لازم تبقى الوجبه متكامله. بعد 3 ساعات ممكن ياخد بطاطا مشويه او فاكهه وخيار وجزر، الجزر برضو بيرفع المناعه. بعد 3 ساعات وجبه العشاء زبادي ومعلقه عسل وكمان معاها فاكهه او طبق فول وعليه معلقه زيت زيتون وسلطه وربع رغيف. طبعا بنقدر ممكن نغير شويه تغييرات في النظام عشان اولادنا ما يزهقوش، بس كده انا بديلهم الاكل يرفع المناعه يحافظ على وزنهم ويديهم الصحه. ممنوع الاليه، ايه راي حضرتك في اللانش بوكس يا دكتور اللي فيها اليه لان الولد ما بيرضاش ياكل؟ اللانش بوكس فيها كلمتين طبعا، مش هقول بعد ما حضرتك قلت النظام الغذائي ده. لانش بوكس اهم حاجه للطفل تكون لانش بوكس خاصه بيه، تمام فعلا، ترمس الميه خاص بيه، ومفيش مشاركه مع زمايله في المدرسه في الاكل السنه دي، يحتفظ بحاجته ويكون غني بالوجبات اللي قالتها الدكتوره مها. طبعا البطاطا، طبعا البيض، طبعا اللبن، طبعا والفاكهه، ثمره الفاكهه دي من الحاجات الغنيه جدا وبترفع مناعه الاطفال. طبعا الحلويات، انا دايما بسمعك قد ايه بتتكلمي على الحلويات وضررها، بالذات الجوس والحلويات المخلقه طب لو الام عصرت لابنها العصير هايل بس بدون سكر، ياخدوا فريش طبعا بدون سكريات طبعا. طب حضرتك عايزين كلمه للامهات عشان ياخدوا بالهم من اولادهم، وخاصه اللي بتقول لك ايه، لا ده ابني ما بيرضاش ياكل لازم اعمل له كذا عشان يرضى ياكل، تقول لها انا عايز رساله اوصلها للابهات والامهات من كتر ما شفنا في العيادات الفتره اللي فاتت وبالذات الاسبوع اللي ابتدى بتاع المدارس ده. انا عايزك تدي لابنك حاجتين مهمين قوي، حنان وعطف وحب وتغذيه سليمه ولبس ملائم للجو. الحنان والحب والعطف بيرفع المناعة. الكلام كتير على الكوفيد مفيش داعي قدام الأطفال. إن إحنا نخوف أطفالنا من المدرسة مفيش داعي، الأطفال قد إيه مبتهجين بدخولهم المدارس. قد إيه فرحانين إن هم راجعين المدرسة. قد إيه فرحين باليونيفورم الجديد بتاع المدرسة. ما نصبطش عزيمتهم بالكلام كتير وابعد عن زميلك وخاف من زميلك. لا، اشرحوا له، سلم على صاحبك كده. هتفرحه. العب مع صاحبك من بعيد. اتكلم مع صاحبك من بعيد، خليك لابس الماسك وشجع صاحبك انه ما يقلعش الماسك. كل دي حاجات بترفع مناعتهم، بترفع شهيتهم، بتخليهم امنعوا الحلويات في الاطفال. خلوا الاطفال ياخدوا السكر ياخدوه من الفاكهه، لان الفاكهه فيها سكر الفركتوز وده امان عن سكر الجلوكوز، زي ما الدكتوره مها دايما بتكلم في المواضيع دي. طب والرياضه يا دكتور دورها ايه؟ الرياضه دي اساسيه. رياضة مهمة جدا، بس ما يبقاش رياضة فيها مخالطة علشان العدوى. احنا شفنا قد ايه لعيبة الكورة جالهم كوفيد، ده من الاحتكاك في الملاعب. فاحنا معلش السنة دي سنة استثنائية، احنا هنشرح لهم ان في العاب كتيرة ممكن يلعبوها فردية او عن بعد مع بعض. طب والامهات اللي هي بقى نتيجة الكوفيد والوقاية قاعدين ولادهم قدام التلفزيون واللابتوب؟ بصي، موضوع التلفزيون ده منظمة الصحة العالمية عاملة له ريستريكشن من قبل الكوفيد بكتير، يعني بيتكلموا ان الاقعاد قدام الشاشات ان كان التابلت ان كان ايباد ان كان تلفزيون لا يتعدى ساعتين متقطعة على مدار اليوم، ساعتين متقطعة على مدار اليوم. وخدوا بالكم ان الدراسة السنة دي فيها كتير اونلاين،
فاحنا بنلجأ للشاشات اكتر من اي سنة، فمش لازم يقعدوا على الشاشات للعب، خليهم يلعبوا العاب جوه البيت رياضية، وخلوا الشاشات لو اتزنقنا في اونلاين تدريس على النت وكده يعني. بشكر حضرتك جدا، وان احنا لا خلي ولادنا يلعبوا فعلا في البيت مش هزار، لا دي بجد في لعب كتير قوي او ممكن يعملوها في البيت تسليهم، ممكن يقروا بس بلاش الشاشات الكتير. بشكركم واشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة ومها والحياة.